السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم إن شاء الله أخوتي أخواتات غادي نقاسم معكم هاد الدوزتي. هذا غير بيضة وحدة جد اقتصادي وكيجي بنين بزاف، كيجي مقربش من برا وهشيش من الداخل. إن شاء الله تجربوه بالصحة والراحة وتعتمدوا هاد المقادير هادو لأنهم فعلا كيستحقوا تجربة وناجحين مليار في المية. المهم منطولش عليكم وخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندي هنا في هذه القصرية كنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة. أنا خدمت بالزبدة لابريري ديال بواطا. وغادي نحتاجو واحد الكاس معامر ديال السكر سنيدة، واحد الرشة ديال الملحة، وواحد الكيس ديال السكر الفاني. صافي، غادي نخدم الزبدة مع السكر. وهنا غادي نضيف واحد نص كاس ديال زيت نباتيه. الا درتو الزبده مارغرين غادي نديرو كاس معامر ديال الزيت. انا درت غير نص كاس حيت هاد الزبده هادي ديال بواطا او الزبده من الاصل الحيواني كيكونوا ميدمين بزاف. دائما الزيت كنديرو قل ملي كنخدمو بهاد النوع هذا ديال الزبده، اما ملي كنديرو الزبده مارغرين راه كنديرو الزيت كنديرو كاس معامر. صافي كنخدم مزيان المكونات حتى كيوليو عندي على شكل بوماد. من بعد ضفت عليهم واحد البيضه تكون درجه حراره المطبخ. وهنايا غادي نضيف تقريبا غير واحد ملعقه صغيره، المهم هذه ملعقه كبيره ما عامراش، ديال الفلون كراميل. المهم غير كان عندي وضفته، قلت غادي يبقى هكا اللهم نضيفه. ممكن تضيفوا واحد الكيس صغير ديال الفلون كراميل. ومن بعد ضفت واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني. صافي كنخدم مكونات حتى كينسجموا. هنا عندي 4 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق، نوعيه جيده ضروري كنغربلو الدقيق. غادي نضيف واحد 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. المهم انا هاد الكيس هذا راه كان محلول، كنت درت منه نص وبقى عندي بقات عندي 4 غرام ضفتها هنايا. المهم هاد الدوازاتي ما تفوتوش ليها بحال هكا نص خماره 4 غرام، حيت الا قويتو الخميره غادي تمشي لينا ديك الرشمه ديال المرشم، غادي تنفخ بزاف في الفران. 4 غرام فقط في المقادير. صافي بالنسبه للدقيق كنبقى نضيفو تقريبا على 3 ديال الدفوعات هكا، وحاولوا ما تدلكوش العجينه باش ما تطلقش الزيت. المهم كما قلت لكم انا راه زدت لي 4 الكيسان ونص، العبار بالكاس ديال العنبه. ودائما عينكم ميزانكم، ما تخرجوش دقيق دفعه واحده، دائما على 3 ديال الدفعات هكا حتى تشوفوا في الاخر. يقدر يكون دقيق كيشرب، يقدر يكون ما، المهم على حساب. صافي هنايا راه تجمعات ليا، هذا هو القوام ديالها. شوفوا كيفاش كتجي، راه خاصها تجي بحال هكا رطيبه. صافي دابا هنايا غادي نشكلها، غادي نعبر كويرات، كل كره فيها 20 غرام. صراحه هاد القياس هذا كيجي زوين. المهم ملي عبرتهم عندي سكر سنيده وعندي هاد المرشم هذا ديال المروحه او هاد الطابع هذا، فيه المروحه وفيه الشهده. صافي كنشد هكا كره كنشكلها بين يديا. شوفوا القوام كيفاش داير ديال العجينه، راه ما خصهاش تكون قاصحه وما تكونش انا مرخوفه اكثر من القياس، تكون في الوسط، تكون جامعه راسها ولكن رطيبه. علاش قلت لكم الدقيق ديفوه على دفوعات وما تدلكوش، الله يرضي عليكم ما تدلكوش باش ما يطلقش لكم الزيت، غير دخلوا داك الدقيق فقط وجمعوه. صافي هنا الكره كنشدها كندوز لها الوجه ديالها في سكر سنيده، والمرشم حتى هو كندوزو في سكر سنيده وكنطبع بهذا الشكل هذا. راه ما كيلصق ما والو، صراحه انا كنخدم به شحال مره ما كيلصقش ليا. المهم هاكا انا وريتكم هنايا كنحطوها في الكف ديال يدينا، في الوسط ديال الكف ديال يدينا، ويدنا بحال كنجمعوها بحال باغي نشدو شي حاجه هكا كنجمعوها هكا، ما كتلصقش نهائيا. كنطبع هكا كنضغط مزيان وكنهز المرشم بكل سهوله، ما كتلصقش ليا، ما كيلصقش ليا هاد المرشم. صافي واللي درتها راه كنديرها في هاد اللاطه هادي، يا اما تفرشوا ليها ورق ديال الزبده، انا الساله ليا ما بقاش عندي،
لاطا صغير دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالدقيق، وداك الفائض ديال الدقيق كله حيدته، وفي نفس الوقت الفران راني دايراه كيسخن. هنا عندي ابيض بيضه اللي طربته مزيان حتى هرست ليه دوك الخيوط ديالو، وعندي اللوز باش غادي نزين. وممكن نتوما يا ما ديروش اللوز، الا ما بغيتوش ديروا اللوز ممكن ديروا كاوكاو، ممكن غير هذيك الحفيره تعاودوا تضغطوا عليها بالصبع ديالكم ودخلوا الحلوه طيب، وحتى طيب وخرجوها وعمروها بشي تعليكه كتفضلوا نتوما، المهم اللي بغيتو. صافي هنا راه كنضغط على اللوز مزيان باش يثبت. صافي دابا غادي ندخل لاطاس الفران. لاطا كندخلها الفران، فره في الوسطاني العافيه كتكون تحت اللاطا. صافي وكنخليها كطيب على خاطره والنار تكون مهيله، حتى كتبان ليا راه بدات كطيب مع الجناب راه طابت، عاد باش كنهبطها لتحت العافيه كتولي على الوجه ديالها حتى كطيب وكتاخذ ليا هذا اللون هذا، المهم كتحمر شي شويه وكنخرجوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال التوازتي ديال اليوم، كيجي مقرمش من برا وهشيش من الداخل، والبنه ما نعاودش لكم. يا سلام، وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. مع السلامه.